ارحب بحضراتكم معانا مره تانية. زي ما كنا بنتابع في التقرير القوافل الطبيه اللي بتستهدف الوصول للمواطن وتقديم كل الخدمات الصحيه ليه، والحقيقه في ملف الصحه طبعا في شغل وانجازات كبيره حصلت في الموضوع ده، لكن ده يخلينا نفهم طبيعه الاشاعات اللي بتوجه في هذا القطاع تحديدا. في اي ملف هتلاقي فيه شغل وانجازات هنا بيبقى استهدافه بالاشاعات. طلعت اشاعه وطبعا نفاها المركز الاعلامي لمجلس الوزراء النهارده، اشاعه بتقول طبعا هي غير يعني مقبوله ولا غير مصدقه ابتداء كده، ان المستشفيات الحكوميه هيتم خصخصتها وانه مش هيكون في علاج بالمجان للمواطن. طبعا جمله وتفصيلا الكلام ده غير واقعي، والمستشفيات الحكوميه زي ما هي بتقدم الخدمات للمواطن مجانا وحتى للقادرين باسعار رمزيه، واحنا عارفين طبعا في شغل اكبر كمان واهم في منظومه التامين الصحي الشامل وتطوير هذا القطاع، فبالتالي دي الاشاعه وده النفي ليها قدام حضراتكم على الشاشه.